حركة حماس لا مانع لديها من أن تقوم حكومة الوفاق الفلسطيني بكامل مسؤولياتها، وهذا ما أعلنته حركة حماس في أكثر من تصريح، من كان آخرهم اليوم الدكتور صلاح البردويل. ولكن باعتقادي أن هناك إشكالية في أن إشكالية في التفاصيل، هذه التفاصيل أعتقد أنها أكثر تعقيدا، خصوصا أن واقع الانقسام أكثر من 10 سنوات أفرز الكثير من التفاصيل، الكثير من الوقائع على الأرض. هذه الوقائع تحتاج إلى جلوس وتحتاج إلى ثقة متبادلة. يبدو أن السلطة الفلسطينية هي لا تريد حركة حماس شريك في السلطة الفلسطينية، هي لا تقبل بموظفيهم، لا تقبل أيضا بوجودهم في الوزارات، وهي تريد أن تسرح جميع الموظفين، وهناك 50 ألف موظف. هؤلاء يعتبروا يمسكون بمثالب، أو يمسكون بواقع قطاع غزة التفصيلي، الصحة والتعليم والأمن. أي مساس بهؤلاء الموظفين أعتقد أنه دعوة إلى الفوضى، الفوضى العارمة التي لا أحد يستطيع أن يضبطها بعد ذلك. المصالحة الفلسطينية لم تصل إلى طريق مسدود، وأن هناك أمل كبير في استئنافها، خصوصا أن الشعب الفلسطيني يضغط تجاه ترميم الواقع الفلسطيني وإعادة دمج السلطة الفلسطينية وحركة حماس ومنظمة التحرير والقوى والفصائل كيانية فلسطينية واحدة وموحدة. الشعب الفلسطيني يرفض الانفصال، انفصال الضفة عن قطاع غزة، لديه مشروع واحد، لديه قضية واحدة. ما يحدث للشعب الفلسطيني الآن من انقسام هو طارئ، هناك نوايا حقيقية لدى جميع الأطراف، فتح وحماس والقوى الوطنية الفلسطينية باستئناف المصالحة وجهود المصالحة. زيارة الرئيس محمود عباس لواشنطن لها أبعاد، من ضمنها بعد المصالحة، من ضمنها بعد السلام مع الاحتلال الإسرائيلي وعملية التسوية. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي الآن سيصر وسيضغط على الرئيس محمود عباس ليذهب إلى سلام مع الاحتلال الإسرائيلي، أو إلى إجراء عملية سلام مع الاحتلال الإسرائيلي، وسيضغط أيضا لأن يستمر حالة الانقسام والانشقاق بين طرفي الانقسام وطرفي الطرفي الفلسطينيين. وباعتقادي أن الرئيس محمود عباس ربما يحاول أن يتهرب من الإملاءات الإسرائيلية، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي سد الباب أمام في وجه عملية السلام. ما زال تهويد القدس والمقدسات، ما زال ابتلاع الأراضي، بناء المستوطنات، هناك أكثر من 6000 أسير، هناك عمليات قتل وإعدامات ميدانية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، هناك انتشار للحواجز في الضفة الغربية، هناك سيطرة على الضفة الغربية، هناك خسارة لقطاع غزة. كل ذلك حقيقة هو إعلان رفض لعملية السلام من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولهذا باعتقادي أن الرئيس محمود عباس ليس له أمل الآن إلا بالمصالحة الفلسطينية، خصوصا أن السلام مع الاحتلال الإسرائيلي قد سدت أبوابه، والاحتلال الإسرائيلي الآن يقوم بعملية ترتيب وتنظيم لفرض واقع أمني للسلطة الفلسطينية بعيدا عن أي أبعاد سياسية، وهذا مما يضعف الرئيس محمود عباس. ولكن الضغوط الأمريكية ستتوالى، وهذا يحتاج من الدول العربية ومن الأنظمة العربية أن تقف مع المقاومة الفلسطينية ومع قطاع غزة ومع الواقع المستجد لمواجهة الضغوط الأمريكية. مستقبل غزة في حالة استمرار الحصار والتضييق على أهالي قطاع غزة هو الانفجار، والانفجار سيكون في وجه الاحتلال الإسرائيلي. الاحتلال الإسرائيلي إن لم يتدارك وخفف عن قطاع غزة ورفع الحصار عن قطاع غزة، فباعتقادي أن المواجهة مع الاحتلال قادمة، واليوم المواجهة ستكون أقوى وأكبر وأعنف، لأن الفلسطينيين الآن لديهم دراية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يحتاج من العمق العربي والإسلامي دعم متوالي لأهلنا في قطاع غزة، للشباب في قطاع غزة التواقين، لأن يكون هناك انفكاك من الحصار الإسرائيلي. الواقع في غزة صعب، استمرار خصومات والتلاعب بأرزاق الناس صعب جدا، استمرار أزمة الكهرباء تؤدي إلى الانفجار، وباعتقادي أن هناك أزمات متراكمة في قطاع غزة. في النهاية سيكون هناك حالة من حالات الحنق والغضب الفلسطيني، هذا الغضب سيوجه
ضد الاحتلال الإسرائيلي. نتمنى من الجميع أن يتداعى قبل فوات الأوان، لأن الانفجار لن يكون، والمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي القادمة ستكون أعنف من مواجهة 2014. 2014 استمرت 51 يوم، باعتقادي أن أي مواجهة قادمة قد تستمر أشهر.